ليه معليش؟ رانا فابلين والله ولدي لنا نموت. ككل صباحة ينهمك عم العيد والعمة يمينة من منطقة سيدي سليمان ببلدية الزمورة في غليزان في جمع القليل من الحطب، حيث تعد هذه المادة بديلاً لغاز البيوتان الذي لم يعد كافياً لمواجهة البرد في ليالي الشتاء الطويلة، فلا حل هنا سوى إشعال الحطب في الكانون. هذا بيتنا مقابل شعر الله ونسخنوا عليه، معنا لا غاز لا طريق تحية معنا، والقاعدة الشباب تقولنا يومي تكمل لنا، والفيلة الباش بعيدة زوج كيلو متر، زوج كيلو متر ما يدخلونا دوبين، حنا نسمو قاعدة الشمية كما كون نبقاو مسخين على البرد، هاي نصبو من الدولة والغاز ثم الحجم يشدكمش حط الغاز طيبو بين طيبو الغاز بمشي يومين بقى القاعة يومين تكمل لنا. الكانون في هذه المناطق هو الوسيلة التي لا زال الأهالي يحافظون عليها للتدفئة ومواجهة موجة البرد القارص. من بكري من اللي كانت احنا نجيبوا الحطب رانا معه والله رانا معه وخي باغي نديرو كبرتها نقدو النار تعاوننا ومشي النار تعاوننا والله ما يومين بقى شد يومين ثلاث أيام نهار الرابع التالي عندها. صح الحاج انتم الكانون هذا من بكري كان؟ لا والله هي من بكري هذا صانعين، هذا منين يرشى واحد نصنع واحد والله هذا يشكي معنا نقول ولدي والله لا من بكري ها وش نديروا ولدي هذه حياتنا راحت كيما هكا وش ما ندير. صعوبة الحصول على قارورات غاز البيوتان والتخوف من نفاذها بسرعة جعل السكان يتجهون لتعويضها بالحطب، لتبقى هذه المظاهر تلازم هذه المناطق غاية رفع الغبن عنها وربطها بالغاز الطبيعي.